السلام عليكم خويا. عليكم السلام خويا. اليوم ورد شاكري زايرينات. اهلا وسهلا. ايش قد عرف على الاسرة؟ اربعة. زوجك متوفي؟ ايوه متوفي. صار لك قد؟ 10 اشهر. شنو كان يشتغل؟ كان سائق تاكسي يشتغل، ما يشتغل اي شيء. نعم. زين، عندك رعاية اجتماعية؟ نعم. زين، البيت اللي ساكنة بيها حاليا شنو هذا؟ هذا بيت اخوي. نعم. لان انا بيتي مفلش وما اقدر اقعد بيه، كلش ما نعم. يعني ما ينسكن بي؟ لا تسقف مالته وكذا؟ ايه ما ينسكن بي، كلش ما ينسكن. عندي انا اطفال. نعم. فاخوي ووالدي قالوا ليش هناك تقعدين؟ جيب اطفالك هنا قعدي وياي اخوي، قال لي هو ووالدي. هاي الغرفة قاعدة ساكنة هسه حاليا؟ ايه هاي الغرفة ساكنة. انزين. تقدرين تشتغلين بشغلة ببالك؟ شي نقدر نساعدك بيه؟ اي والله انا احب يعني اخيط. يعني تعرفين تخيطين انتي؟ ايه اعرف اخيط. زين، عندك ماكينة شي تشتغلين عليها؟ لا ما عندي. يعني تحتاجين ماكينة عم تصير يعني شغلة إلك تفيدك؟ اي والله ان شاء الله، يعني ودا يا ريت ماكينة يعني صناعية يعني شوية احسن. اي زين، شنو محتاجة انت احتياجاتك للبيت يعني ما عندك؟ اريد طباخ، اريد شو اسمه جيزر، اريد فراش ما عندي. نعم. شتوي وصيفي. نعم. يعني ما شاء الله محتاجة. اي احكي لاخواني يسمعونك، شنو محتاجة بعد؟ اي محتاجة سبليت، محتاجة جيزر، محتاجة ثلاجة. نعم. غسالة عندك مو يعني؟ ما عندي غسالة، غسالة اخوي. عندك احد بالمدرسة؟ اي عندي. بيا صف بيا صف؟ عندي زهراء بصف اول متوسط. نعم. واحمد بصف سادس ومحمد بصف خامس. احنا من ضمن برنامجنا عندنا بطاقة غذاء والاكساء قيمتها 50,000. ايه؟ وعندنا بطاقة طبية لا سمح الله تحتاجين طبيب لمعاينة مالته مجانية مقدم الدكتور حسين الركابي. وان شاء الله الاخوان يسمعون نداماتك وما يقصرون وياكم.